بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك يا استاذ شريف، عاوزين نعرف المصاريف اللي هتكلف الطالب، تكلفه الطالب بالنسبه للدراسه في الجامعه. طبعا انت قلت ان مفيش حد هيحرم من الدراسه اللي هو غير القاضي، ماشي، ده شيء كويس، لكن اعتقد ان في جزء فيه بالمصروفات، عاوزين نعرف المصروفات قد ايه. هو الحقيقه الرد على السؤال ده، احنا بنحقق في تكلفه للعمليه التعليميه، في عشان نقدر نجيب المعامل دي تكلفه احنا بنحسبها لينا احنا، بحيث ان احنا نقدر نعرف تكلفه الطالب علينا قد ايه. انما التكلفه دي معظم الطلبه مش هيدفعوها، لان اللي هيحصل ان احنا هنعمل منح، سواء منح تفوق او هنعرف حسب حاله الطالب قد ايه. فالموضوع ده مش عايزين يقلق اي حد خالص خالص خالص، يعني عايزين نفرق ما بين تكلفه العمليه التعليميه والمصاريف الحقيقيه اللي الطالب هيدفعها. المصاريف الحقيقيه اللي الطالب هيدفعها دي هتعتمد على حاجات كتيره جدا، منها الحاله الاقتصاديه للطالب. كل الحاجات دي هتبقى مؤجله خالص 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 بعد ما نعمل استيفاء للحاله الاكاديميه للطالب، وان هو يحقق شروط القبول بالصوره الاكاديميه، بعد كده بنبتدي نبص على موضوع المصاريف. واخد بال حضرتك؟ فهو ما فيش مصاريف محدده للعمليه التعليميه دلوقتي، احنا بيهمنا ان احنا نجتزم الطلاب النوابغ فقط. بالنسبة لتكلفة التعليم دي هتعتمد على ظروف كثيرة جدا، ودي هنعلن عنها إن شاء الله أثناء القبول. فالطلبة المفروض ما يشغلوش بالهم خالص موضوع المصاريف، تكلفة التعليم دي خالص.